هلا لما نوصل تقريبا ارتفاع العمارة حوالي 50 طابق ما بنقدرش نضلنا نشتغل بهاي الطريقة، لأنه هون عم ناخذ كور سبيس وهون عم ناخذ كور سبيس وهون عم ناخذ كور سبيس، بدنا العمارة نخسر فيها سبيس كثير، فمضطرين نعمل مجموعة. إذا هو أجروب هذول طبعا هذا لازم يكونوا متجاورين وهذول لازم يكونوا متجاورين. السكتر على فكرة ممكن أحيانا ما يكونوا متجاورين الطابق، إذا هذول لازم يكونوا كونتيجوس. A group of contiguous floors. إذن بكونوا بعاد عن المين انترنس. هون حتى نوصلهم بنستعمل سكاي ووك. هاي ستاك، وستاك فيه له لوبي خاص فيه، وفي مجموعة مصاعد بتحركوا هون وغرفة ماكيناتهم هون. بس حتى اوصل لهدول ما بقدرش اوصل لهم من هون، بدي احط لهم شطل. فبوصل للوبي تبعهم، هي سكاي لوبي، هذا صار اسمه سكاي لوبي. سكاي لوبي لانه مرتفع عن الطابق الارضي. بوصلهم عن طريق بستعمل الشطل اللي هون، والشطل بعدين بسمح لي اني ادخل على هذا اسمه ستاك. ستاك كأني صفقتهم، حطيت واحد هون واحد هون، بوصلهم سكالوبي. هلا داخل الستاك ممكن يكون في زونز، وداخل الزون ممكن يكون في سيكتورز. اي ستاك ممكن راح يحتوي زونز، والزونز ممكن كل زون ممكن يحتوي على سيكتورز، بس هدول سوفت وهذا هارد. طبعا هذا فيري هارد. خلص هون رتبت هذا، طبعا هون وفرت مساحة منيحة لأنه هاي الستاك حطيته فوق ستاك هاد، حطيته فوق ستاك هاد، هاي صارت كأنها عمارة بحد ذاتها. وهذا ستاك وهذا ستاك، طبعا هذا ستاك خلص هو بصير مجموعة من الزونز، فستاك نفسه هذا راح يصير فيه زون وزون مثلا وزون. هاي هذا إكسبرس وهذا إكسبرس، هذا زد 1 هذا Z2 هذا Z3. اذا هذا Z1 في ستاك 1 وZ2 بستاك 1 وZ3 بستاك 1، وداخل Z1 ممكن يكون في سيكتورز بس السيكتورز سوفت. ونفس الشيء هون ممكن يكون عندي زون 1 زون الثاني وزون الثالث، وهذا صار زون 1 بستاك 2، هذا كانه ستاك 3، وهذا هون ستاك 1، وهذا زون 1 وهذا زون 2 وهذا زون 3. وداخل كل واحد من الزونز هذا ممكن يكون في عندنا ستاكس. طبعا هذا ما بنلجأ له غير بالعمارات العاليه.